تجربة. أنا عز صديق الكتيبة. اليوم راح نعمل تجارب كتير في الدراي آيس. طبعاً هو كتير بارد فراح نحتاج نفوف عشان نبلسم. جبنا ماء سخنة ونجرب نحط عليها دراي آيس. شكلها زي الضباب. وحتى الماء السخنة بتخليها تتفاعل أكثر. قديش تتوقع الضرب؟ ما بعرف بس كتير. زي ما راح تلاحظوا هلا انا راح اولع القداحه وراح تطفي عشان لو في جواتها CO2 CO2 بطفي النار. راح نحتاج من تجربه جديده صابون جلي، مي ساخنه او دافيه، اشي نخلط فيه دراي ايس. راح نبلش نحط الصابون جوا المي وراح نخلط. بعد ما نبلش نخلط راح نبلش نحط قطع دراي ايس جوا. واذا بتحبوا هاي يعني تجربه كثير حلوه لاولادكم عشان هي يعني كثير امنه. راحت الموضوع مسلي كثير حلو لازم كل حد يعملها. كثير حلو والله. نعمل كمان تجربة بالدراي ايس. نجيب كاس نخزوها من تحت نحط جواتها الدراي ايس، بعدين نحط عليها النايلون والمطاطة. هنا حطيت المطاطة، هلا بدنا نحط المي من تحت. شوف كيف صارت زي الأرجيلة. هاي التجربة رح نحتاج دراي ايس وايس كلوب الكحول 90%. رح ندير شوي كحول جوا الانينة. نحطها كمان وحدة. زي ما انتم شايفين تفتفتت. هلا نجرب نحط المارشميلو ولا نحط. نضرب الشاكوش. نحط جبنة الكيري بالكحول. لآخر تجربة راح نحتاج كيسين دراي ايس تشط فيه مي ساخن. راح نبلش نحط الدراي ايس جوا. الكيس الثاني مصعب. واذا عجبكم مقطع اليوم ضل لايك وشير وسبسكرايب.